السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامجكم اليومي ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة والخاصة لهذا اليوم. ولكن قبل الدخول في صفحتنا المحلية دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين، ولكن قبل ذلك نود أن نرحب بضيفنا وضيفكم في الاستوديو، الناقد والإعلامي الرياضي الكويتي محمد الصالح من جريدة القبس والقسم الرياضي في جريدة القبس. أهلا وسهلا فيك وجاسم، والساعة المباركة. ساعتك أبرك أخوي فريد، يا هلا ومرحبا أبو حسن، ورحب فيك والسادة المشاهدين، نقول يا هلا ومرحبا، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة خفيفة وجميلة مع معك دائما إن شاء الله. دائما تثري الحلقة صراحة بوجودك دائما. الله يعطيك العافية، وإحنا سعداء صراحة، وأنا جدا سعيد أن اليوم أشوفك صراحة. عموما نذهب إلى العناوين. وبدءا من الانباء السريه، شعار القادسيه والكويت قبل نهائي كاس ولي العهد. واما السياسه، العربي يلاقي البحرين وديا اليوم. وأخيرا وليس آخرا، الجريدة العنابي يتعاقد مع توندي 3 سنوات رسمية. وأما الرأي، كاظم يصطدم بالجهراء في درع السلة. أهلا بكم من جديد، نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طلعتنا به جريدة الأنباء. العنوان هو السرية، شعار القادسية والكويت قبل نهائي كأس ولي العهد. رفع فريق القادسية والكويت وتيرة استعداداتهما للمباراة النهائية على كأس سمو ولي العهد، لا سيما عقب عودتهما إلى البلاد من العاصمة القطرية الدوحة، والتي مكث فيها الفريقان لمدة أسبوع وخاض كل طرف مباراتين تجريبيتين هناك. ومن المقرر أن يغلق الجهاز الإداري في الأصفر تدريبات اليوم بعد فتح المجال أمام وسائل الإعلام للتغطية في اليومين الماضيين. هذا وقد أفاد المنسق الإعلامي في الأبيض عمر الزامل بأن الاستعدادات لخوض المباراة النهائية كانت ممتازة للغاية، واصفا في ذات الوقت المعسكر القطري بأنه الأنجح للفريق من ناحية الملاعب وكذلك نوعية الفريقين اللذين واجههما الفريق هناك. يعني محمد صالح، نرحب فيك وجاسم. تقييمك استعدادات كل من القادسية والكويت، اللقاء المرتقب واللي يجمعهم في نهائي كأس سمو العهد غدا إن شاء الله. شوف والله تقييم صراحة استعدادات جيدة جدا للفريقين، سواء القادسية أو الكويت. الاثنين طلعوا معسكر، الكويت دخل معسكر أيضا داخلي من يومين لاستعدادنا طبعا لهذه المباراة. الفريقين كاملين الصفوف، أمورهم يعني لحد الان رضا المدربين الاثنين سواء محمد عبد الله والسيد مارين عن اكتمال الصفوف، عن وجود جميع اللاعبين. الكويت دخل معسكر 22 لاعب، يعني هذا يعني ماكو اصابات، ما في اي اصابات. الفريق كان في ميدو اللي هو كان ما دخل تدريبات من قبل، لكن دخل معسكر الداخلي حاليا. حلو، فبالتالي تدريباته طبيعيه. زين، نيه حق التحضيرات محمد، انت هل تشوف هذه التحضيرات كانت 100%؟ صراحة إلى حد الآن إحنا راح نشوفها، ما هي أبرزها يعني؟ راح نشوفها باكر إن شاء الله، لكن إلى حد الآن إحنا اللي قاعد نشوفه الجميع مستعد على أهب الاستعداد. ليش؟ عندنا السيد خالد بوناشي صرح عن الاستعداد بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية من 5 أشهر هذا الكلام. نعم. فبالتالي وإحنا مجربينهم من قبل، فبصراحة يعني مطمن أنا من هذه الناحية. الشيخ حمود مبارك طمننا على الأرضية وقال هي حاليا تقدر تستقبل مباريات ضعفين على ما كانت عليه في السابق. حلو. بمزج العشب الصناعي مع الطبيعي، فبالتالي نشوف انه في تجهيز جيد للارضيه. ايضا من الناحيه الاعلاميه واللي تهمنا، والسيد مشكورا السيد عادل عطله مدير القناه الثالثه قال ان احنا مستعدين بجميع كوادرنا، وركز ايضا على الاخراج وغيره. وما انا ما اقول هذا الكلام رياء ولا نعم، لا بالعكس. وحاليا لما اقول
نثق بهذا الكلام. ليش؟ لأن احنا شفنا على سبيل المثال تغطية القناة في انتخابات الأندية صراحة كان شيء رائع جدا جدا. فهذه الثقة احنا كسبناها في القناة حاليا، فنعتقد انه راح يظهرون فعلا في افضل صورة، خصوصا احنا لما نشوف في استديوين تحليليين اللي هم لاعبين الجيل الذهبي كابتن سعد الحوطي ومؤيد الحداد راح يحللون من استاذ جابر، وايضا في استديو اخر عندنا محمد الذروه وصالح العصفور وكذلك المحلل السعودي فهد مهلل. يعني اعتقد ان مغطين كل شيء بكل الاشكال، فان شاء الله يا رب نطلع بصوره جميله أكيد جدا. اكيد لا شك، خصوصا ان كاس سمو ولي العهد يعني من نهايه شيء عزيز على قلوبنا يعني. لا شك ان اضيف شغله بسيطه اللي هي الفار. الفار ايضا شوف استعداد الفار اليوم في مباراه تجريبيه عشان يستعدون للفار مع طاقه تحكيمي، واعتقد في اللي هو مدير التكنولوجيا في الفيفا اللي هو سباستيان جاي اليوم وراح يشارك ايضا باكر مع ممثل من الكويت والقادسيه مع الطاقم المشرف على تقنية الفار في المباراة. يعني هذا شيء يثلج الصدر بصراحة، مشاهدتنا مجروحة في مديرنا مدير القناة. لا هو فعلا يعني من يستحق الشكر يجب أن يشكر صراحة. يعني فأنا تكلمتك حتى حاليا على كل أصعدة مستعدين إن شاء الله. طبعًا إن شاء الله تكون مباراة تليق باسم سمو ولي العهد واسم أيضا رياضة الدولة. مو غريبة عن السيد عادل عطلة، لكن أنا بغيت أسأل عن تحضيرات الفريقين. هل ترى أن معسكر قطر أتى بأكله مثل ما يقولون، يعني أتى بثماره؟ هل فاد؟ شوف دام المدربين راضين فيعتبر أن المعسكر نوعا ما ناجح. أنت تتكلم عن في بعض الأمور التفصيلية مثل التزام اللاعبين، عدد اللاعبين الموجودين، في عدم إصابات، هذه الأمور يحددها دائما الطاقم الفني والطبي وأيضا الإداري للفريقين. نعم. لكن اليوم كان المؤتمر الصحفي قبل لا نبلش حلقتنا، أبدوا أيضا رضاهم مرة أخرى، فواضح ان الفريقين مستعدين بكامل جهوزيتهم، اذا استثنينا بعض الشيء دخول محترفين جدد على نادي الكويت. المهاجم البرازيلي اعتقد ان اللي هو الملقب بلوكاو اعتقد انه يحتاج بعض التجهيز البدني، كان هل جهز الكويت ولا لا؟ اعتقد انه فعلا جهز كلياقه يعني. ايضا عصام العدوى وارد جديد على الفريق، ف ايضا تكلم عنها هذا المدرب القادسيه عن الانسجام وغيره، فنعتقد ان هذه مثل مشاغبه بين الفريقين، لكن عصام العدوى عارف الدوري الكويتي لاعب كبير بالنهايه. محمد انت لاحظت اكثر الفرق ما شاء الله رايحه قطر تعمل معسكرات، مباريات تجريبيه، نهائيات نهائيات، يعني حلو ان دولنا الخليجيه قاعد تستقبل هذه الايفنتات مثل ما يقول. شيء رائع. انت عندك مثلا على سبيل المثال القادسيه لاعب مع مصلال القطري وفاز عليه 2-1، نعم بدون لاعبين منتخب لكن يظل هذا مصلال كان في فتره من الفترات في قبل نهائي كاس اسيا وغيره طبعًا. يعني والقادسيه في استعداداتها اعتقد ان الاستعداديه ناريه، راح نشوف اتوقع ان المباراه حلوه. حلو هذا بعكس افضل من سابقاتها، بعكس سابقاتها اللي كانت وايد نقول متحفظه نوعا ما وتواضع فيها. اعتقد باكر الفريقين جايين بشرهم. حلو راح نشوف ان شاء الله نستمتع في المباراه. عموما نذهب الى جريده السياسه ونقرا من خلالها. العربي يلاقي نادي البحرين وديا اليوم. يبدا الفريق الاول لكره القدم بالنادي العربي اول تجاربه الوديه في المعسكر البحريني والذي يستمر حتى 3 من الشهر عندما يواجه البحرين، ومن المنتظر ان يلعب الاخضر عده لقاءات وديه جار التنسيق لها مع فرق الحد والنجمه والمحرج، ومن المتوقع غياب هداف الفريق حسين المسوي عن مواجهه اليوم بعد تعرضه للاصابه في الفخذ خلال تدريبات الفريق الاول من اول من امس، ويجري الجهاز الطبي بعض الفحوصات اللازمه لتحديد حجم الاصابه وفتره الغياب، وتنطبق الحال نفسها على المهاجم فهد الرشيدي الذي يعاني من اصابه على مستوى الركبه تعرض لها قبل المغادره للمعسكر. يعني العربي في اولى تجارب الوديه امام امام نادي بحرين، نادي البحرين البحريني. تعليقك على هذه التجربه ومعسكر العربي بشكل عام؟ شوف تكلمنا بشكل عام مش على المباراه بروحها، لان نتكلم على معسكر العربي بشكل عام. نتكلم شوف احنا كنا قبل شوي قاعد نتكلم عن القادسيه والكويت عندهم نهائي ولي العهد فطلعوا معسكرات، وهذا شيء جميل ان العربي طالع معسكر لقوه الفريق فقط، لدفع صح. يعني لدفع الفريق للامام فقط. نعم. امر معنوي ولا زال هناك في المعسكر صح. وفنيا ايضا نعم فنيا ممتاز يعني رغم انه ما عنده نهائي مثل القادسيه والكويت، هذا ما يقلل طبعا من معسكر القادسيه والكويت، لكن انا اكلمك عن اجتهاد العربي في هذا الشيء، وخصوصا في اداره جديده حاليا مشت في هذا الطريق. حلو. بسرعه الله يوفقك. اي نعم، فحاليا تشوف ان العربي هذا شيء جميل طالع المعسكر. انا قاعد اتكلم بمصادري الشخصيه ان في وايد التزام من اللاعبين في المعسكر. حلو. فهذا شيء جيد جدا ان اللاعبين جدا ملتزمين،
ما يعني ينعكس ان اللاعبين فعلا عندهم الرغبه بالاستمرار بالمستوى الجيد اللي قدموه في الدوري. كذلك عندهم بطوله كاس الامير، فاعتقد العرباويه ملتزمين ان شاء الله راح يسوون شيء، نتمنى هذا يعود بالفائده على الكره الكويتيه بشكل عام. انت تأيد او هذه المقوله ام انت ما تأيدها؟ العربي نوعا ما عشان تكرهوا شيئا فهو خيركم، هذا الموسم صقل اللاعبين المحليين للعربي، فتخيل الموسم المقبل مع 5 محترفين ماذا سيفعل العربي؟ اول شيء انا اتوقع ان العرب الموسم المقبل 4 محترفين مو 5، أربعة اتوقع طبعا هو القرار لا زال 5 مو مشكلة، لكن اتوقع ان 4 بغض النظر عن المحترفين حاليا. أربع. العربي امام فرصه ذهبيه، جرب كل لاعبين المحليين وكلهم كانوا على قدر المسؤوليه، فيفترض ان كنظره فنيه واداريه ان يشوفون مواقع النقص، او مواقع مو النقص ما نقول الضعف، لا مواقع اللي تحتاج قوه اكثر، بالتالي استقطاب المحترفين راح يكون على هذه المراكز اللي كان يعاني منها العربي، سواء في عدد اللاعبين، يعني مثلا في مركز الباك اليمين ما في الا محمد فريح على سبيل المثال، فانت ممكن تعوض، ممكن المهاجم، ممكن نشوف الفريق هل هو كان ضعيف هجوميا او دفاعيا، ممكن في الوسط، عشان يعني راح تبين لك كل مواطن اللي تحتاج دعم اكثر من المحترفين. يعني انت العربي مثل ما قلت لك فرصه ذهبيه في هذا الموسم، نعم نعم تحدى نفسه، نعم قدر، يستحقون اللاعبين المحليين كل الاشاده صراحه بالنادي العربي، أكيد أكيد، لكن المحترفين حاليا راح يعطونهم دفعه ان شاء الله في السنه القادمه، ويقدم العربي ويرجع العربي لصالح الكره الكويتيه بشكل عام. اكيد اكيد انت مع المقوله اللي تقول ايضا العربي اذا انتشى وارتفع ترتفع الكره الكويتيه طبعا، خصوصا في ظل بتاع القادسيه والكويت لما يدخلوا عليهم العربي بقوه وكاظم ايضا، يعني عندك هذه الفرق السالميه، هذه الفرق اذا دخلت بقوه راح نشوف منتخب ان شاء الله، نشوف منتخب قوي التوب فور على قولتهم مثل البريمير ليج يعني. عموما خطوره اصابه الكابتن حسين الموسوي، حسين المسوي عنده اصابه حاليا في عضلات الفخذ، هذه الاصابه ما اعتقد انها خطره جدا، ايضا مثل ما تكلمنا مع البعض في معسكر البحرين قالوا لا طمنونا على اصابته، قالوا ان شاء الله هو اليوم يطلع التقرير، يعني شد ان شاء الله اليوم يطلع التقرير بالضبط 100%، لكن قالوا انه عشان يحددون حتى فتره العلاج وفتره الراحه صحيح. لكن قالوا لا ما هي خطيره ان شاء الله، وايضا كما بذلك اصابه فهد الرشيدي هو بديل لحسين المسوي اصيب في الركبه، ايضا قالوا ما هي اصابه خطيره، فان شاء الله الاثنين يتعافون في اسرع وقت. الله يشافيهم يا رب ويعافيهم، ونشوف عيال الكويت دائما في الصحه ويعني اعلى المستويات. نواصل صحفنا المحليه ونقرأ أهم ما كتب في جريدة الجريدة، حيث جاء فيها العنابية تعاقد مع توندي 3 سنوات رسميا، توصلت إدارة فريق كرة القدم بنادي بورغان إلى اتفاق مع المهاجم الكيني جون مارك للتوقيع معه وضمه إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وقبل استئناف مباريات دوري فيفا لفرق الدرجة الأولى، تنتظر إدارة بورغان استخراج سمة الدخول الفيزا لحضور اللاعب والتوقيع معه بصفة رسمية قبل انضمامه إلى تدريبات الفريق. وخاض مارك النصف الأول من الموسم الحالي مع النصر في الدوري الممتاز، ولم يظهر بالمستوى المطلوب ليستغني عنه العنابي. يعني أول شيء ني حق الانتقالات الشتوية، خصوصا يعني لاعبين محليين أو حتى لجلب محترفين، يعني كيف رؤيتك لمستوى الصفقات؟ بصراحة نتكلم بصراحة تامة، مستوى الصفقات ما هو بالشيء المطلوب، يعني ما هو الشيء اللي يفرح القلب صراحة، لأن نتكلم أساسا كانت مستوى الصفقات في الصيف اللي هي كانت في فترة طويلة للبحث عن محترفين، فترة طويلة للاختيارات، أيضا كمية الاختيار كانت كبيرة، لاعبين ما كان عندهم عقود وكثير من هذا الكلام، ومع ذلك شفنا مستوى التعاقد ما كان بالشكل المطلوب، لكن في بعض الصفقات حرام نهضم حقها، يعني إعارة حمد أمان من القادسية لنادي التضامن أعتقد صفقة جيدة، كذلك أحمد الزنكي من القادسية إلى الشباب، هذا أيضا صفقة جيدة. هذا قاعد نتكلم على المستوى المحلي، على المستوى الأجنبي أو اللاعب الأجنبي عندنا حاليا اللي هو نادي الكويت على سبيل المثال، عصام العدوي لاعب خبرة ولاعب أيضا شارك في الدوري الكويتي من قبل مع نادي القادسية، وكان لاعب ممتاز جدا صراحة. كذلك المهاجم لوكاو يفترض أن احنا ما ندري عنه لحد الآن، لكن واضح أن نادي الكويت تدارك وغير، ونادي الكويت نوعا ما في الفترة الأخيرة نتكلم نادي الثقة 100%، لأنه عارف تعاقد مع منو وعارف صراحة يسوي. أنا أحس أن يعني اختيارات نادي الكويت نتكلم واقع محمد من أفضل الاختيارات، نعم لكن ما وفقوا هذه السنة يعني هذه السنة مثلا عندنا فتاو استغنوا عنه، عندنا المهاجم صابر خليفة استغنوا عنه، فبالتالي يمكن ما وفقوا بالخمسة، لكن وفقوا أيضا بالتعاقد مع جمعة سعيد، الاستمرار في التعاقد معه، كذلك اللاعب حمزة الأحمر،
لاعب ممتاز جدا. كامارا كان زين بس ما ادري ليش ظاهر انه في مشكله مع كامارا نفسه واضح يعني، ولا هو لاعب ماشي مع الفريق وكان يفترض للعلم فتاو قدم مستوى رائع في الدوري السعودي، نظره نادي الكويت ما كانت مخطئه لهذه الدرجه، لكن فتاو صدمنا كلنا في مستواه وفعلا كان مستوى تعبان جدا يعني. عموما النصر يتعاقد مع لاعب نيجيري ثلاث اسمه توندي، ثلاث مواسم يعني لهالدرجه هذا اللاعب سوبر اللي انت متعاقد معاه ثلاث سنوات وليش؟ لا شوف انا اقول لك ليش، هو اول يلعب في الشق الهجومي، هذه النقطه. النقطه الاخرى انه لما تعاقد مع لاعب ثلاث سنوات خصوصا نادي النصر، نادي النصر دائما له نظره في المحترفين، اذا استذكرنا من قبل مثلا كابتن فراس الخطيب، كاريكا قبله، يوسف قلفه، فما يبون يخسرون هذه اللاعبين مثل ما خسروا يوسف قلفه، مثل ما خسروا فراس، مثل ما خسروا كاريكا. فانت لما توقع مع لاعب مده طويله، ايضا احنا عندنا هنا في الكويت اذا كان يعني لاعب مميز، يعني واضح انه لاعب مميز، النظره عليه لاعب مميز. يعني لو ربطنا هذا الامر في تعاقدات نادي الجهره على سبيل المثال، احنا كنا قاعد نتكلم عن التعاقدات، نادي الجهره راح منه رونالد، تركوا الموسم اللي طاف توريس لنادي النصر، حاليا يبي يشيل ثلاث محترفين ما هو قادر يسوي تسويه معاهم. فلو كان محافظ على محترفينه كان ما احتاج هذا الامر. صحيح. لكن هذا التخطيط اعتقد نادي النصر كان فيه لنا نظره قدام، نتمنى ان يوفقون فيها صراحه ويكون فعلا اللاعب على قدر المسؤوليه. لا شك، لا شك، ان شاء الله نشوف. نتمنى هذا يرفع مستوى الدوري عندنا ان شاء الله. اخر صحفنا المحليه لهذا اليوم ستكون صحيفه الراي، وقد جاء فيها كاظمه يصطدم بالجهراء في درع السله. تنطلق في 5 من مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدرع اتحاد كرة السلة، حيث يستضيف النصر في 5 نظيره العربي في منافسات المجموعة الأولى، ثم تتبعه مباراة القادسية مع اليرموك على صالة النصر، وعلى صالة نادي كارما يلتقي الكويت مع صليب خاد، وفي 5 مساء في إطار منافسات المجموعة الثانية تليها على الصالة ذاتها مباراة الجهراء مع كارما. يعني تعليقك على لقاء الجهراء وكاظمة في قمة مواجهات المرحلة الثالثة من درع اتحاد كرة السلة، يعني دائما بصراحة أنا أشوف مبارياتهم كانت تتسم بالندية يعني دائما كلوز جيم. شوف أنا خلني أقول لك شيء، بالبداية كاظمة الجهراء قاعد تتكلم عن أول بطولة درع اتحاد كرة السلة، عشان الناس تعرف بس، صح، مشاهد يفهم أن هذا مو الدوري، هذا مو الدوري، هذا كاس، وكاس آخر غير عن الكاس الأساسي، فهذه بطولة من مجموعتين. زين أنت صراحة أثريتني أنا مو بس المشاهد محمد، هذه بطولة من مجموعتين، فمباراة كاظمة الجهراء مباراة راح تكون صعبة جدا، والفائز منها راح يعني، لأن عشان أيضا المشاهد يفهم، في صراع للتأهل من البطاقتين، فيها نادي الكويت وفيها نادي برقان، نعم، عفوا نادي القرين، وكاظمة والجهرة، يعني كنا متوقعين ان في ثلاث فرق راح تنافس على بطاقتين، اللي هم الكويت والجهرة وكاظمة، لكن نادي القرين فاجأنا وفاز على الكويت في اول لعبة، فبالتالي دخل منافس على البطاقة، صحيح، فصاروا 4 قاعد يتنافسون، فهذيل الاربعة حاليا مباراة الجهرة وكاظمة ضروري جدا انك تهزم منافسك المباشر، نعم، على البطاقة، نعم، فالفايز منهم راح يأخر الطرف الاخر، نعم، ويصعد هو يقرب نفسه اكثر للتأهل، لأن وراهم أيضا مباراتين صعبين، بعد ما قلنا أن القرين فعلا دخل كمنافس مباشر، القرين يمكن بالبداية بالدوري ما كان أداء اللي، صحيح، هو العالي جدا، لكن لأنه استقطب لاعبين كثيرين من برا، وهذا حلو، حاليا قدر ينسجم يعني مع بعضه، يعني نوعا ما انتعش دوري السلة أكثر عندنا عن، نعم، الموسم اللي صراحة، نعم، لأنه صارت في منافسات كبيرة، نشوف أن القرين قاعد يشارك، كاظمة، الجهارة، القادسية، النصر، اليرموك، أصبحت مستوياتهم بشكل عام أعلى، طبعا النصر واليرموك والقادسية احنا نسولف عن المجموعة الأخرى، نعم، لكن مباراة الجهارة وكاظمة في 4 قاعد يتنافسون بشدة على بطاقتين، فالمنافسة راح تكون حلوة لعشاق السلة صراحة، راح يشوفون مباريات كسر عظم. الإعلامي الرياضي والناقد الكويتي محمد صالح، شكرا لك، الله يعطيك العافية، من جريدة القبس، وسلمنا على الأخوان في جريدة القبس. الله يسلم لي عمرك، شكر موصول لكم وللسادة المشاهدين، ويعطيكم ألف عافية على كل ما تقومون فيه من إعلام رائع، وإن شاء الله تطور منها ولا الأعلى يا رب. الله يسلمك. بعد الانتهاء من جولتنا المحلية نذهب لفاصل، بعد ذلك عناوين الصحف العربية، فانتظرونا. وبدءا من الرياضية، الهيدوس يشيد بسانشيز ويطمئن الجماهير. وأما الرياضية السعودية، زوران يخلف خيسوس في الهلال.
ونبدأ مع أخبار الخليج. اليوم استئناف دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. أولى صحفنا العربية ستكون العرب القطرية، وقد جاء فيها الهيدوس يشيد بسانشيز ويطمئن الجماهير. طمأن حسن الهيدوس قائد منتخب قطر الجميع بأنه على خير ما يرام، وأن خروجه في الدقيقة الأخيرة من المباراة السابقة لم يكن نتيجة إصابة وإنما بسبب الإرهاق بعد الجهد الكبير الذي بذله في المباراة. كما أشاد الهيدوس بالجيل الحالي من اللاعبين، وقال إن الجميع لاحظ المجهود البدني الكبير الذي قدمه اللاعبون في هذه المباراة، وأضاف تأخر المدرب في إجراء التغييرات بعد أن شاهد الفريق يقدم عطاء مميزا وهو محق في ذلك. وأما صحيفتنا الثانية الرياضية السعودية وقد عنونت زوران يخلف خيسوس في الهلال. اتفقت إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل مع الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي نهائيا لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي خورخي خيسوس، وينتظر أن يصل المدرب الكرواتي إلى الرياض خلال هذا الأسبوع للتوقيع الرسمي بعد أن وافقت إدارة العين على فسخ عقده بالتراضي. وكان زوران ماميتش قد توج مع العين ببطولة الدوري والكأس المحلية في الموسم الماضي، كما قاده للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العالم أمام ريال مدريد الأسباني. وثالث صحفنا جاءت من أخبار الخليج البحرينية، استئناف دوري ناصر بن حمد الممتاز، حيث تعود منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم إلى الواجهة عبر انطلاق الجولة 9 وتقام اليوم 3 مباريات، وهم الحالة مع المنامة والرفاع مع الحد وأخيرا المحرق مع الشباب. وتستكمل مباراة الجولة 9 غدا وتعود المنافسات بعد فترة توقف طالها الدوري نظرا لمشاركة الأحمر البحريني في كأس آسيا 2019 المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. صحفنا لهذا اليوم انتهت العربية، بعد ذلك نذهب إلى عناوين العالمية. وبدءا من كورييري ديلو سبورت، موساكيو كنا نعلم مدى جودة وقوة نابولي. ذهابا إلى الموندو، البلوغرانا يستعيد أسلحته أمام جيرونا. وأما الديلي ستار، الهامرز يجدد عقد نجمه النمساوي. نستهل جولتنا العالمية مع صحيفة كورييري. موساكيو كنا نعلم مدى جودة وقوة نابولي، تحدث الدولي الأرجنتيني ماتيو موساكيو مدافع أيسي ميلان عقب التعادل السلبي مع نابولي في قمة الأسبوع 21 بالدوري الإيطالي. وقال موساكيو: كنا نعلم مدى جودة وقوة نابولي وكنا في حاجة إلى أداء دفاعي مثالي لإحراز هذه النقطة. وأضاف: لعبنا بشكل جيد وكان من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على نظافة شباكنا. وتابع: التعاقدات الجديدة قوية، حيث أن لوكاس باكيتا يقوم بأمور عظيمة، وقد أثبت بياتيك بالفعل في جنوة ما يمكنه فعله، فهو لاعب مميز. وأتم: الآن سنستريح ونركز على مباراة كأس إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل. وأبرزت صحيفة الموندو هذا الخبر: البلوغرانا يستعيد أسلحته أمام جيرونا. أكدت تقارير صحفية أسبانية أن برشلونة استعاد أسلحته قبل مواجهة جيرونا في الدوري الأسباني اليوم،
بالجولة 21، وقالت التقارير أن أولوية المدرب أرنستو فالفيردي هذا الموسم هي بطولة الدوري، لذلك قرر استعادة كل النجوم لمواجهة جيرونا. وأضافت أن عمالقة برشلونة سوف يعودون إلى تشكيل الفريق الكتالوني الأساسي أمام جيرونا اليوم، وأبرزهم ميسي وسواريز وبوسكيتس، لافتة إلى أن هذا الثلاثي يستطيع تغيير شكل الفريق داخل الملعب، حيث أصبح الضغط الآن على البارسا بعد فوز أتلتيكو مدريد على ختافي يوم أمس. وأخيرا ذكرت صحيفة ديلي ستار الهامرز يجدد عقد نجمه النمساوي. أعلن نادي ويست هام يونايتد تمديد عقد مهاجمه الدولي النمساوي ماركو أرناتوفيتش، وأكد النجم أرناتوفيتش مجددا التزامه بنسبة 100% مع الهامرز، ووضع حدا للتكهنات التي تربطه بالانتقال إلى الصين بعد تمديد عقده. وقال أرناتوفيتش: أنا سعيد جدا لتمديد عقدي، ويسرني أن ألعب مرة أخرى وأظهر نفسي وأحرز الأهداف وأقدم مساعدة لفريقي. وأضاف: هدفنا بالطبع هو الصعود في جدول الترتيب، نحتاج أن نبدأ مرة أخرى في أخذ بعض النقاط، نعلم الأمر لن يكون سهلا ضد أوليفر هامبتون وليفربول، ولكنني متأكد أننا نملك ما يكفي من الجودة لتحقيق الفوز. مشاهدينا الكرام، يعني كان هذا كل شيء، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة وأخبار جديدة. نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.